تزامنا وذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تحتفي العائلة القسنطينية على غرار باقي ولايات الوطن بهذه المناسبة الدينية الشريفة بإحيائها لبعض العادات والتقاليد التي تخص مدينة سيرتا باقتناء الشموع على اختلاف أشكالها وأنواعها وتحضير بعض الأكلات والحلويات التقليدية على غرار الشخشوخة والبسيسة وأداء الأناشيد الدينية التي تتغنى بخصال الرسول الكريم. كل واحد واش يحب، واحد يشتي ترشتا، واحد يشتي تختوق قسنطينة، يديروا بوكو بليس يديروا التختوقة، يديروا يشعلوا الشمع البخور، يسيقوا الدنيا، يبخروا، يديروا الحنة، يديروا كلش، نديروا نفقة، نديروا شخشوخة، شواط، تريدة، نديروا السهرة في الليل بالتاي والكاوكاو، ومن بعد في نص الليل يديروا الحنة، الصباح يصبحوا يفطروا بالزرير تاع مولد النبي. إحياء المولد النبوي إرث ثقافي يحافظ عليه سكان مدينة الجسور المعلقة، جاعلين من هذه المناسبة فرصة تلتقي فيه العائلات في زمن قل فيه لم شمل الأقارب وغابت فيه لذة الزمن الجميل. بكري كانت الفاميليا تتلم والدنيا، كانوا الكبار اللي يلموا، دوكا كي راحوا الكبار هادو الصغار ما يلموا ما يحوسوا. مود تاع بكري خير، خير من تاع درك. فرق كبير، نقص 60% المود، ما بقاش كي بكري. ما كانوش عادوا الناس ما يهتموش به بزاف. تاع بكري فرق كبير على تاع درك. هي عادة وتقاليد ترسخت في سكان مدينة الصخر العتيق لا تفوت فرصة الاحتفال بمولد خير خلق الله لتمضي على نفس نهج الأجداد.